دعني أذهب إلى ميثا صباح من الحدود البولندية الأوكرانية. ميثا، الوضع الإنساني تغير في مراحل عديدة في هذه الأزمة الأوكرانية منذ بداية العملية، كيف يبدو اليوم؟ يعني أنت بالطبع اختلطت مع هؤلاء النازحين، ما الذي وجدتيه؟ هل هناك عودة مختلفة؟ هل هناك يعني آمال في العودة أيضا؟ كيف رأيت هذا المشهد ميثا؟ نعم ماجد، وتيرة موجات النزوح للاجئين الأوكرانيين من أوكرانيا إلى بولندا عبر الحدود البولندية الأوكرانية كانت قد انخفضت مقارنة بمارس الماضي، حيث كان يتم استقبال حوالي 100,000 لاجئ يوميا. اليوم يتم استقبال 20,000 لاجئ يوميا بحسب حرس الحدود البولندي. أشار أيضا حرس الحدود البولندي يوم أمس بأن حصيلة أو إجمالي اللاجئين الأوكرانيين الذين تم استقبالهم منذ بداية الحرب في أوكرانيا قد بلغ إلى 3.86 لاجئ، أي نحن نقترب من 4 مليون لاجئ أوكراني. هذا فيما يخص يعني حركات النزوح إلى داخل بولندا، ولكن أيضا هناك حركات عكسية كما تعلم ماجد. هذه الحركات وصفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها حركات ذهاب وإياب، وهي أيضا تؤثر على يعني حصيلة أو لا تعطي أرقام دقيقة لأعداد اللاجئين. فبعض الأوكرانيين يعني بعض منهم يعود إلى ديارهم ليستقر هناك بعد أن أصبحت مناطقهم أكثر أمانا، ولكن البعض منهم يعود إما لتفقد ممتلكاته وثم العودة مرة أخرى إلى بولندا، أو حتى أيضا لربما الحصول على بعض المستندات والوثائق الرسمية وثم العودة مرة أخرى إلى هنا. أعداد الذين غادروا بولندا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى اليوم قد بلغ العدد إلى 1.88 لاجئ أوكراني. هناك تحديات كثيرة، البيانات الأخيرة أشارت إلى أن أعداد اللاجئين أو نسب هذه اللاجئين هي أكثر من النساء والأطفال. نعم ماجد، شكرا لك. من الحدود البولندية الأوكرانية مفادتنا ميثا صباح.